وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ محمد جمال، مسؤول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة. أستاذ جمال، بعد التحية، ما هي أبرز المبادرات التي تمت بالتعاون مع التحالف الوطني لا سيما في منطقة الصعيد تحديدا؟ في البداية برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وبشكر التلفزيون المصري على تسليط الضوء على جهود التنمية المبذولة واللي احنا كلنا شايفينها في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، واللي ده في الحقيقة بيساعدنا على استكمال الجهود ونشر ثقافة التطوع وتنمية المجتمع بين الشباب وجموع المواطنين. واللي بتشارك فيه مؤسسة صناع الحياة، واحدة من مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن طريق العديد من البرامج والمشروعات اللي بتقدمها واللي بتهدف مجملها في إحداث تنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030. وده بالنسبة لنا بيتم من خلال أعداد كبيرة من المتطوعين، آلاف المتطوعين اللي هم قدروا ان هم يطوروا مهاراتهم وينموا من قدراتهم، وان احنا نمكنهم من مساعدة المجتمع وتنمية المجتمع وتقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرا. عام 2022 هو عام مميز للمجتمع المدني، والسيد الرئيس أطلق في بدايته دعوة ان يكون عام المجتمع المدني، واللي واجبه ايضا انشاء وانطلاق التحالف الوطني للعمل التنموي الاهلي، واللي بنسعد كمؤسسه صناع الحياه مصر ان احنا واحده من المؤسسات المشاركه، تقريبا واحده 24 مؤسسه من اكبر المؤسسات التنمويه اللي تشتغل في مصر، وده بيضيف نقطه قوه كبيره لكل اعضاء التحالف من التنسيق والتكامل ما بين الجهود والخدمات اللي احنا بنقدمها، واللي كان اخرهم قافله ستر وعافيه اللي تمت في محافظه سوهاج في صعيد مصر، واللي شاركت فيها مؤسسات المجتمع المدني في تقديم خدمات متنوعه زي خدمات صحيه وخدمات توزيع مساعدات مجتمعيه. وكان دورنا فيها في صناع الحياه مصر ان احنا نساعد بالتوعيه في اطلاق حمله خاصه بالتوعيه بالقضايا التغير المناخ من خلال مجموعه كبيره جدا من المتطوعين، واللي كمان كان ليهم دور كبير في تنظيم والاعداد للقافله الخاصه بستر وعافيه في المرحله الاولى، واللي بنكملها ان شاء الله في الاسبوع الحالي في محافظه القليوبيه. أستاذ محمد جمال، مسؤول قطاع الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.